اقول له كملت يابا وراك يابا، كملت مكانك، شرفتك يابا. والدي ده كان عندي حاجة كبيرة أوي، بحس إن الكلام اللي أنا بعمله ده واصل له دلوقتي وهو في مكانه. ثانوية عامة أنا كانت فكرتي عن السمنة بس إن بابا عنده فاتح محل سمنة، كنت باجي أقعد معاه شوية، حاجات بسيطة. أنا كنت في المدرسة الثانوية الإبراهيمية العسكرية اللي هي في جرجير. طبعا كنا ايه بنذاكر، كنا ملتزمين، ربنا كرمنا وجبنا مجموع كبير في الثانويه العامه ودخلنا كليه الطب. طبعا كليه الطب الشغل بتاعها طبعا الناس عارفه يعني مرهق جدا، فكنت بتمكن اجي مع والدي يعني في الاجازات شويه. طبعا خدت خبره وعرفت كل حاجه طبعا على مدى العمر والسنين دي كلها، طبعا عرفت كل الخبايا، وكل ده كان متخزن في الذاكره وعندي في الميموري عندي. لما احتاجته ان انا اخد مسؤوليه المحل ده واديره ما عانيتش خالص. لو انا ما عنديش خبره ما كنتش اقدر استمر ابدا. لا، الحاجات الواحد بيحبها حاجات كتير، بس دي الشغلانه دي كانت لازم استمرار لتراث وتراث اجداد، يعني بحيث ان انا حسيت ان انا لو بطلت الموضوع دوت هبقى انا خنت الناس اللي قبلي. واحنا لو مشينا على فكره شغلانه السمنه دي هتنقرض خالص. بصي بقى، السمنه المضروبه السمنه السليمه ليها ريحه مميزه جدا قويه قوي. اول ما يضاف عليها السمنه اي حاجه، السمنه فضاحه زي ما بيقول، اي حاجه بتتحط عليها هي بتظهر. يعني لو حطيتي مثلا سمنه مهدرجه هتبان، لو حطيتي اي حاجه تزودها ريحه، حتى السمنه اللي بيقولوا عليها ريحه سمنه اللي هو الاسانس بتاع السمنه برضه بيبقى باين، لانه سينثيتك ما بيبقاش غير الطبيعي، بيبقى باين القوام بتاعها، بيبقى باين ريحتها، بتبقى باينه مراحلها كلها، مراحل بتاعتها وهي سايحه ليها قوام وليها شكل. لما بتبتدي تجمد شويه بيبقى ليها قوام ليها شكل. دي السمنه السليمه بيبقى ليها قوام وشكل احنا بنقدر نعرفه من خبرتنا الطويله في التعامل مع السمنه. طول عمري وانا عمري عليك يا عيني بتدور. باتيست فوبيلان لي 15 جانفيه 1622 باريس. يعني نقدر نقول ان هي شقه، بس شقه جميل، يعني الشقه حلوه احسن من الراحه، بيدي صحه وبيدي رضا، وبتحس ان انت ليك قيمه، بتعملي حاجه ليها قيمه. والدي ده كان عندي حاجه كبيره قوي، بحس ان الكلام اللي انا بعمله ده واصل له دلوقتي وهو في مكانه. اخلاص ليه ولذكراه واللي هو عمله معانا كله، فاقل حاجه ممكن نقدمها له ان احنا يستمر مكانه اللي هو تعب وشقي فيه وقضى عمره فيه. اقول له كملت يابا وراك يابا، كملت مكانك، شرفتك يابا. طب انا بقى ازاي عرفت اوازن بين شغلتين متضادين الاثنين خالص وليهم متطلبات مختلفه خالص وظروف اجتماعيه تانيه خالص؟ انا احتجت ده امتى فعليا اللي هو ابقى فول تايمر؟ لما الراجل اللي هو كان شغال في المحل ده توفاه الله تقريبا من 7 سنين، اضطريت انا طبعا ما فيش حد يقدر يشتغل تاني في الاماكن في الشغلانه دي غير الناس القدام او الناس اللي واخده فيها خبره. وازنت ازاي؟ طبعا انا عانيت، طبعا بقسم وقتي، بصحى بدري في الساعة 5 الصبح، بصلي وبنزل النادي بعمل شوية الرياضة بتوعي وباجي بفتح المحل. والله بقى لو عندي تعبئة بعدي، لو عندي تسييح بسيح، لو عندي توزيع بوزع، لغاية ميعاد العيادة. ميعاد العيادة الساعة 8 لغاية الساعة 11، بقعد كده في العيادة لغاية 11. لو في أي شغل بعد كده طبي، طب يعني ايه حاله ولاده طارئه، بضطر اقعد معاها بقى وبصرف، وبرضه ما بقدرش اعوض، بلحم اليومين في بعضيهم وربنا اللي بيقدرني.